اولا تحركاتنا يعني الناس ما زالت تحت السطح، والتحركات انا شايف انه تم الدعوه ليوم الخميس للتجمع امام السفاره الروسيه من منظمات كثيره من المجتمع المدني، وبطبيعه الحال انا ادعم هذه الدعوه. واعتقد ان الشعوب ما زالت تحت صدمه ولكنها ستتحرك شيئا فشيئا. على كل حال ديناميكيه الشعوب امر غير واضح غير مفهوم تماما، يعني كم من يعني سمعت طيله سنوات النضال ضد الاستبداد انه هذه الشعوب ماتت وانتهت لانها لم تكن تتحرك، ثم تحركت حين لم يكن ينتظرها احد، وبالتالي فلا يجب ان نحكم على شعوبنا يعني بتحركها الالي، انه هي هناك ذكاء جماعي وهناك خبره جماعيه في انتقاط اللحظه التاريخيه التي لا يفهمها بعض الناس، يتصورون انه يكفي ان يكون هناك خبر حتى تخرج المظاهرات وان هذا دليل على الوعي. انا اعتقد ان الامور اكثر تعقيدا من هذا، وان صمت الشعوب العربيه الحاضر هو يعني صمت الترقب وصمت انتظار اللحظه التاريخيه، وعندما تاتي هذه اللحظه فان شعوبنا ستفاجئ الكثير كما تعودت دائما. طيب دكتور مرزوقي، كان لك تدوينة اليوم تحدثت فيها عن حلب، وتحدثت بشكل واضح عما كان يروج له النظام السوري، أن السيادة تعود إلى حلب وأن المعركة هي معركة بسط السيادة السورية على كامل مدن حلب ضد ما أسماه الإرهابيين. أنا أعتقد أن هذا كلام فارغ، لأنه للأسف الشديد سوريا ليست وحدها اليوم. أنا أعتقد أن هناك على الأقل 4 دول عربية أصبحت فقدت تماما استقلالية القرار، وأن سوريا هي بلد اليوم تحت الانتداب حتى لا يكون تحت الاحتلال الإيراني والسوري. وهذا الرجل الذي يتكلم في 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 دمشق لا يحكم، ويعني نحن عدنا للأسف الشديد إلى مرحلة ما قبل التاريخ وما قبل الاستقلال، أي أن الحاكم عندنا لا يحكم إلا إذا كان له غطاء خارجي. هذا الرجل تخلى عن الشرعية التي كان يمكن للشعب يعني يعطيها له عندما خرج وهو يصرخ الشعب السوري واحد واحد، وعندما طالب بإصلاحات، وعندما طالب بالحد الأدنى من الحقوق والحريات في إطار الدولة المستقلة، لكنه رفض كل هذا فحارب شعبه ودمر بلده، والآن هو لا يتمكن في البقاء بالسلطة إلا بهذه الميليشيات المرتزقة الآتية من كل مكان، يعني بدعم من دولتين أجنبيتين. وأعتقد أن سوريا الآن، قضية سوريا الآن هي أولا قضية استعادة الاستقلال الوطني، ثم بعدها استعادة الحريات واستعادة الحقوق، ثم بناء البلد. وهذا يعني بلد خربه هذا الشخص وخربته العصابة التي تحكم معه، أخشى ما أخشى إلى ربما ربع القرن المقبل، وإنها لكارثة حقيقية بالنسبة لسوريا وكارثة بالنسبة للأمة ككل. لكن يعني الشعوب دائما وابدا تبقى أقوى من الموت، وأنا عندي ثقة أن الشعب السوري سيستعيد استقلاله وسيستعيد كرامته وسيستعيد حقوقه. طيب دكتور مرزوقي، يعني بعد 6 سنوات من الثورة السورية وأيضا ثورة الربيع العربي، يعني هل بسقوط حلب يسقط الربيع العربي، ينتهي مرحلة الربيع العربي ويبدأ العودة مرة أخرى إلى الدكتاتوريات التي كانت تتعامل بسقف ما مع شعوبها، أم أن هذه الحلقة هي حلقة من حلقات الثورات؟ أبدا، يعني الناس التي تعتقد هذا تمني نفسها بالأحلام. أولا أنا دائما كنت ضد صورة الربيع العربي، أنا أفضل صورة البراكين العربية. هذه البراكين انفجرت لأنها لم تعد تتحمل أكثر ضغط من الاستبداد والفساد والظلم، والأماكن التي لم تنفجر فيها البراكين ستنفجر عاجلا أو آجلا، ثم البراكين عندما تخمد ويعاد شحنها بالطاقة فأنا تنفجر من جديد، وبالتالي فالمسألة مسألة وقت قبل أن يعاد انفجار البراكين العربية في وجه الناس لم يفهموا التاريخ ويتصورون أنهم سيحكمون في القرن 21 كما كان يحكم أباؤهم وأجدادهم في القرن 19، يعني الاستبداد والعائلية والإرهاب الدولة والفساد وتزييف الإرادة الشعبية، ويعني عصابات تتحكم في الدولة، يعني ما زالوا على هذا العهد وعلى هذا التصور، لم يفهموا أن احنا أمام أجيال جديدة، أجيال متعلمة، أجيال واعية، وأن هذه الأجيال لن تسمح أبدا بالعودة إلى الماضي. إذن وعلى كل حال الثورات مد وجزرة، أنت تعرف أنه لما تدرس تاريخ الثورة الروسية
يعني الثورة الروسية في 1905 وقع إخمادها بالقوة بالسلاح، ثم عادت في 1917. الثورة الفرنسية أيضا انتفضت في 1789، ثم رجعت الملكية أكثر من مرة إلى آخره، وثورات بعد ثورات حتى لين استتب النظام الجمهوري في 1870. يعني احنا في العالم العربي أخذنا هذا المنعرج. هذا المنعرج اتضح أنه سيكون أصعب وأخطر مما كنا نتصور، لأنه هذه البرجوازيات الفاسدة يعني لم تفهم الدرس ولم تقبل أن يكون هناك انتقال سلمي نحو الديمقراطية، فأفشلت يعني ثورات الربيع العربي، ما يسمى الربيع العربي، فأفشلته في سوريا بالحرب الأهلية المدمرة، وفي اليمن بالحرب الأهلية المدمرة، وفي ليبيا بالحرب الأهلية المدمرة، وفي مصر بالانقلاب العسكري، وفي تونس بالمال الفاسد والإعلام الفاسد. وتعتقد أنها الآن ربحت المعركة وانتهت، وشعوب عادت إلى بيت الطاعة، ولكنها تحلم، يعني شعوب لن تعود أبدا إلى بيت الطاعة، والمعارك ما زالت متواصلة، ونحن على الثقة أنه نحن يعني في اتجاه التاريخ، وهم يجدفون ضد التاريخ. الدكتور محمد منصف المرزوقي، الرئيس السابق لتونس، شكرا جزيلا لك.